إلى ذلك تواصل إمارة الشارقة مشاركتها في معرض المكسيك الدولي للكتاب، والذي تحل فيه ضيف شرف لتقدم من خلال جناحها زخما كبيرا من الفعاليات لاستكمال مشروع الإمارة الثقافي الضخم. غدير المعيني مفدنا إلى المكسيك والتفاصيل. في يوم ليس بأقل ألقا عن باقي أيام شارقة الثقافة في معرض غوادلاهارا الدولي للكتاب، بل لربما هو الأكثر ألقا في القارة اللاتينية، فهنا وداخل جناح الإمارة يتواصل توافد الزوار المتعطشين لارتواء من نهر شارقي عذب، نهر ترفده هيئات ودوائر ومؤسسات الإمارة بالمعرفة في شتى المجالات لتكون الثقافة العربية حاضرة وبقوة، إذ تتجسد بالخط العربي والفنون المرتبطة بالزخارف وبشيء من التراث وكنوز يمتد عمرها إلى عدة عقود. نقدم نحن هذا الفن بأسلوب مشوق نوعا ما للجمهور، فنجد الإعجاب في أعينهم، ونجد أيضا يعني الإعجاب بشكل كبير بهذه اللوحات التي نقدمها. يبدأ الجناح بأول شيء إصدارات معهد الشارقة للتراث اللي تضم مجموعة من الإصدارات اللي باللغة العربية وكذلك باللغة الإسبانية. عندنا كذلك اللي هي الضيافة الإماراتية اللي يشتهر بها أهل الإمارات. إدارة تشارك الجانب التاريخي لإمارة الشارقة. احنا شفت لما يدخلون الضيوف بداية الجناح أول ما قابلهم دارة الدكتور سلطان القاسمي، واللي فيها الجانب التاريخي لمنطقة الخليج العربي وإمارة الشارقة بشكل خاص. فنجد الخرائط اللي موجودة عندنا خرائط تاريخية تعود في تاريخها إلى من القرن الخامس عشر إلى نهايات القرن التاسع عشر، يعني مجموعة مختلفة على أساس أن اللي يزور الجناح يأخذ فكرة تاريخية عن تطور طباعة الخرائط. إذن حضور مشرف نفخر به في معرض غوادلاهارا الدولي للكتاب، حضور يؤكد نجاح مشروع رسالة شارقة الثقافة في تقريب المسافات بين الشعوب. فحراك الإمارة الثقافي وما تقدمه داخل المعرض وخارجه كان محط أنظار وسائل الإعلام اللاتينية المتسابقة لتكشف للعالم منجزات الشارقة. ولكي ندرك مغزى هذه الخطوة علينا تخيل المسافة الطويلة التي تفصل بين الإمارات والمكسيك، لنقيس الصيت الذي بلغه المشروع الثقافي للشارقة عالميا. تواجد كبير، وأيضا وجدنا لكثير من التغطيات يعني في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت في المكسيك أو خارج المكسيك. نحن كذلك من خلال الوكالة استثمرنا كل علاقاتنا اللي عندنا إياها في وسائل الإعلام المكسيكية أنها أيضا تغطي هذا الحدث والتواجد الإماراتي بشكل كبير، والحمد لله شفنا النتائج طيبة وشفنا اللقاءات وشفنا كلمة الشيخة الله يطول بعمرها موجود في قنوات المكسيكية، وهذا الحمد لله دليل على أن العلاقات الدولية مع وسائل الإعلام مهمة جدا تفيد جميع القطاعات. واليوم قطاع النشر في دولة الإمارات واهتمامنا بالثقافة قطاع مهم ويدعم دائما القوة الناعمة. كل مشاركة للشارقة هي بالفعل يعني إضافة جديدة للقوة الناعمة الإماراتية. هاي القوة الناعمة الإماراتية بتتوزع في جميع أنحاء العالم، وجزء منها الثقافة، والثقافة ليس فقط الكتب، حتى التراث والفنون الشعبية. هذا التلاقي الحضاري الحاضر هنا في غوادلاهارا يؤكد أن الثقافة هي رابط حقيقي لأسمى القيم الإنسانية التي تجمع البشر، وبه تؤكد الشارقة أنها خير رسول للثقافة العربية، فأينما حل الكتاب تحل شارقة سلطان.